ما هي قصة البطيخ المربع والمكعب في اليابان؟ ولماذا يأكل اليابانيون قشور البطيخ؟ وهل لغلاء الأسعار علاقة بهذه العادة؟ تابع معي. في عام 78 اكتشف مصمم ياباني تقنية تغيير البطيخة العادية إلى بطيخة مربعة أو مكعبة. بهذه التقنية البسيطة في الزراعة أصبح شكل البطيخ المربع جميلاً، وصار بإمكان ربات البيوت أن يقومن بترتيب هذه البطيخة مع الخضار والفواكه في الثلاجة. تهافت عليها اليابانيون وغلت أسعارها وتحولت هدية ثمينة تقدم في المناسبات، كما تقدم الكعكة والشوكولاتة. وتوسع خيال المصممين فابتكروا بطيخة على شكل هرم مصري. ولأن شروط إنتاجها صعبة جدا، من أهمها ألا تكون عليها أي تشققات، فإن عددها في كل موسم لا يتعدى 300 بطيخة. البطيخ في اليابان عملة نادرة جدا، وقد تصل أسعاره إلى مئات الدولارات، لذلك فقد اكتفى اليابانيون بأكل قشور البطيخ. القشور تستعمل في إنتاج العصائر، وقد تؤكل مع فواكه البحر، ويصنع منها المربى أيضا. في بعض البلدان يقدم البطيخ وجبة يومية لحيوان فرس النهر، وهذه مشاهد مؤلمة جدا للياباني الذي يحلم بالانفراد ببطيخة حمراء.